حل بعض النزاعات خصوصا. احنا اليوم بصدد تنظيم ندوه حول الدبلوماسيه الموازيه للتعريف بقضيه الصحراء، قضيتنا الوطنيه اللي الكل كيعلم بالفحوات ديالها. الحمد لله استطعنا اننا نجمعوا واحد المجموعه اللي كتمثل رؤساء جمعيات من اكوادور، فنزويلا، كوبا، البيرو، الارجنتين، واخواننا يعني من المغرب. الحمد لله يعني كان هناك تواصل ثقافي سياسي، وصلنا الرساله ديالنا لجميع انحاء دول امريكا اللاتينيه. هذا هو الهدف، لان توجهات صاحب الجلاله وتوجهات الدوله المغربيه ككل كتمشي بهذا الصدد. نحن كجمعيه ارتقينا للعمل الجمعوي مع مجموعه من الجمعيات اللاتينيه والكوبيه والاسبانيه، ونسعى إن شاء الله لتنظيم أنشطة في أماكن عديدة من العالم، قصد إيصال الحقائق عن طريق المجلات وعن طريق الإعلام وعن طريق العمل الجمعوي. Gracias por la invitación que por medio de Carmen Merchan a la asociación Río de Oro La Huera, donde las reservas de petróleo son las más grandes del mundo. أنا اسمي أولا مارتينز، محللة اقتصادية، أمثل جمعية مدنية بساراقوسطا الإسبانية، وهي جمعية إسبانية فنزويلية تعمل على تعريف بلدنا وما تمر به من أزمة إنسانية في فنزويلا كبؤرة توتر تعرف اليوم اهتماما واسعا بسبب حالة الطوارئ، حيث يعيش الشعب البريء هناك معاناة بسبب نقص الأغذية والأكل. قلت في غزيرة مطلعة خرجت من عباءة الشرق غزارة السمراء بكل عواطفي وكل رجولتي وعيوني الخضراء، أسافر في بلاد الله من نجد إلى صحراء. هذا الاهتمام في قضية الوطنية ليست فقط للمغرب وإنما للمسلمين جميعا، لأن المسلمين كالجسد الواحد إذا شكى منه عدوى تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فبنفس بهذه المناسبة أتمنى أن تنتهي هذه المشكلة التي طال أمدها، وأن تعود الأرض إلى وضعها الطبيعي، وأن يعود المغرب بكامل السيادة المطلقة برضا جميع الأطراف إلى التعايش والتعاون والتنمية التي يجب أن تكون في كل أنحاء المغرب. وصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله يعني هو خير قائد لمسيرة التنمية الذي يؤخذ بمثاله في التطوير والتنمية. أنا رئيس جمعية المهاجرين طنجة الكبيرة، جئت هنا من أجل أن نشارك بإسهاماتنا كمجتمع مدني. أتمنى أن تتحد جميع الجمعيات، فهكذا سنحصل على القوة، لأنه بالاتحاد نخلق القوة، وأعتقد أننا إن توحدنا فنحن نسلك الطريق الصحيح، وهو الأمر الجميل الذي نملكه.